هاد الشركه اللي برمات ما واحد العقد ديال الاشغال ان هاد الشركه بنات الاداره ديال الحوض المائي الحوض المائي لابو رقرق شاويه بن سليمان. هاد الاداره هاد الشركه اللي عطاتني الفينيسيو لي طرافو هاد المسؤول ديال هاد الشركه كان معايا كان درت مع واحد الكونطرا وبديت كنخدم في لي طرافو لي فينيسيو كنفيني لي طرافو كلشي بقى معايا بحال مؤكد درت معاه 450 مليون بقى كل ديكونت كندير مثلا 120 مليون كيحيد ليا كيفيرسيو لي هما 120 مليون كيفيرسي لي هو 100 مليون كياخذوا 20 مليون بقى الاقتطاعات كل لي ديكونت فيما كنديروا على 40 يوم على الشهرين هذا كيقطع ليا. هضرت معاه قلت له ودي هاد الاقتطاعات اللي كتقطع ليا ما خاصكش تقطع ليا. قلت لي ان قال لك ماشي مشكل ما كاين حتى مشكل حتى الاخر ونتحاسبوا. بقيت هكا قلت لي شو هاد الديكونت ثلاثه الا قطعتي ليا منه شي حاجه راه غتحمل المسؤوليه. هي داك الشيء اللي قطع ليا من الديكونت الثالث حبس الخدمه الناس خدامين معايا معلميه وكل شيء حبستهم. بقينا في الشونتي عيطنا لي باش يفك معنا المشكل بقات لينا 20 يوم على باش كملوا لي طرافو اللي بقاو لينا تم. هاد السيد ما دار معنا حتى شي حل دازت عليه شي شهرين ونص ولا 3 شهور جا عندنا قال لي شو غنبقاو نواقف مشاكل غنديروا واحد الحل. قلت ليه شنو هو؟ قال لي غندير معك واحد الالتزام. هاد الالتزام غتلتزم فيه امتى غتعطيني الخدمه ديالي وانا غنلتزم فيه انني نخلص لك الخدمه ديالك والفلوس بقيتي كتسالني وكلشي. قلت لي صافي ما كاين حتى مشكل. بديت خدام جبت لي ماتيريال تسلفت مع عند الناس عطيت شيكاتي عطيت المسائل ديالي على اساس انني غادي نكمل الخدمه غنتخلص. بديت خدام اداره الناس ديال الحوض المائي ابو رقرق الشاويه كانوا كيجيو كيفيريفيو الشغل ديالهم تيقول لك خاصنا هنا صايبان لينا هنا ما كندور معاهم خدامه كملت لهم الاشغال ديالهم. جا السيد الخويل دار معايا قرار بنهايه الاشغال دار معايا واحد القرار بنهايه الاشغال بان دوك الاشغال اللي ساليت ها هو جا دار معايا قرار بنهايه الاشغال بان الاشغال ساليتها. بقى شي رومارك بسيط بديت كندور كنقادو جبت الناس ديال النيطواياج كنيطواي كيجيني تليفون تيقولوا لي بان هذاك المارشي اللي انت خدام فيه ديال بن سليمان ديال الحوض المائي بانه تريزيلا. مشيت عند الاداره كنسولهم واش هذا المارشي اللي خدام فيه انا دابا واش مريزيلي ولا لا. قال لي ودي انت ما كنعرفوكش ما عندناش علاقه بك. قلت لي ما كاين حتى مشكل. مشيت للمحكمه ببن سليمان درت طلب معين واستجواب خرج خبير جا للشونتي لقانا خدامين حنا والمعلميه دارنا المحضر هو هذا اتجه الاداره هضر مع المدير قال لي ودي بان هذا المارشي تم الفسخ ديالو وفسخوه معاه في شهر 10 الوقت انا شهر 10 باقي خدام حتى شهر 12 عاد باش منعونا ما خلاونش دخلوا ملي فسخوه معاه ما علمونا ما والو واخا ما كيقول لك انا بالنسبه لي انا انت ما كنعرفوكش. الناس كانت كتعرفني الناس كانت كندي انا لي ديكونت ديالي كنت كندير المسائل ديالي كانوا كيراسلوني في الجيميل ديالي ها هو كلشي كيعرفوا الشركه. هاد الناس باش يغطيو على المشاكل اللي بينهم وبين المقاول وبين شركه اخرى مدخلين جوج شركات ضحاو بيا. اليوم انا كنطالب بحقي 170 مليون اللي هاد السيد ما دار معايا حتى شي حل. اتجهت للقانون اتجهت للقضاء القضاء انا عارف القضاء غينصفني القضاء ما يمكنش غيدي لي حقي. وهاد السيد راه ما دار معايا حتى حاجه راه عام دابا وانا رافع به الشكايه وباقي ما كاين والو دفع المحكمه دافع في المحكمه التجاريه وانا راه معدد بالتشديد. دابا الناس اللي فورنيسور ما صابرينش على رزقهم. دابا المشكل اللي عندي انا ومات الاداره كنحملهم مسؤوليه. علاش كنحملهم مسؤوليه؟ لان انا كونطرا شي مشكل في الوقت ديال الفسخ ولا الله يحفظ طاحت على شي واحد شي حاجه ولا مات شي واحد شكون غيتحمل المسؤوليه؟ غنتحمل انا غنتحملها مول الشركه اللي تم الفسخ شكون اللي غيتحملها؟ ما نعرفو شكون اللي يتحملها. ومن اللي غادي يفسخوا معاه الوقت اللي كتفسخ مع واحد الشركه راه كتعطيها اعلام راه كتعلمها ماشي كتلحق غير كتلحق في ورقه وكتفسخ. يعني ديجا كانوا كيفسخوا مع بعضياتهم يعني كاين تواطؤ معاهم. انا اليوم دابا باغي حقي انا ما كنطالب حتى شي حاجه ما كنطالب حتى حاجه كنطالب بحقي. انا كيما طرا لي هذا الشيء غادي يطرى لواحد اخر وغادي يطرى لواحد اخر. اليوم كنقولوا حنا خاصو يكون بنادم النزاهه وتكون الشفافيه. اي واحد يدير خدمته اي واحد انا ندير خدمتي والناس مسؤولين يدير خدمتها. الناس مسؤولين ماشي تخلص ومشي نرتاح مع ولادو وحنا نعطيو شيكاتنا ونغرقو ومشيو نخدمو ونبغينا نطلعو ويجيو هدمونا معصومه. ومشيت درت شكايه ومشيت للمحكمه وبغيت نهضر على الملف ديالي وطلبوا مني فلوس قال لي غتعطينا فلوس باش تفكوا لك هذا المشكل. انا ما عديش وما نعطيش ما عديش فلوس ني غنجيب انا الفلوس ني غنجيب انا عندي امي مريضه بالكونسير عدو لانتريس من العسكر النص ديالهم شلل
معاون مع الدار، انا اللي خدام في الدار، ما خدام حتى واحد، ملي غنجيب انا هاد الفلوس انا قلت نخدم نطور راسي، نخدم مقاول شاب ما عارفش. انا كون كنت عارف وكنت ديف ماشي ما يقاولبونيش ما يديروش ياتسي، ولكن انا قلت اداره، يعني اداره ملي كتعيط لي في التليفون وكتقول لي خدم وكتفيريفي معايا، يعني ماشي ما غاتكونش ما تكونش دير لك بحال ماكا. الناس مسؤولين، الناس اللي مسؤولين هما عندك الجيميلات ديالهم كيراسلوني في الجيميلات كلشي. هذوك الناس هذوك الناس كنحملهم انا المسؤوليه. الشهود الناس اللي خدموا معانا هما الناس كاملين، كاين اللي ما مخلصش دابا حاليا، كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي كاين اللي تفرق على مرته وعلى ولاده بهذه الخدمه هذه، والله الا كاين اللي تفرق عليهم بالله. اش غير عيب عليهم. انا اليوم كنطالب في الناس مسؤوله تاخذ لي حقي، انا باغي حقي، ما باغيش شي حاجه اخرى، باغي حقي كاي واحد كيطالب بحقه. انا الا كنت سال شي حاجه عطوني حقي، الا ما كنت سالش يوم عيب لي حتى ما كنتسالش. هاد السيد كبر مني في لاج وشركه وكلشي وخدم اكثر مني 65 عام ولا شي حاجه، انا ما واصلتش لك لاج ديالو، انا قد واحد في ولاده ويضحك عليا بحال ماكا ويديروا لي بحال ماكا. هو الاداره، علاش؟ ان الاداره درقات على كلشي ديالها، لي زارموار وكلشي عمرتو لهم ديال الضو. ما كاينش شي واحد كيتخلص في الباري وما كيتخلص في الضو، ما كيتخلص لي زارموار ما راكبينش. الناس انا لي طونشيتي ضربت حتى الاخر، حتى فينا الشونتي وضربت لي طونشيتي وضربت الجليج وعندي فاكسورات وعندي كلشي، والبيبان ديال الحديد ديال برا اخر ما كيركب ركبتو لهم في شهر 10 25 شهر 10 وعندي فاكسورات ديالها الوقت اللي كان الفسخ. علاش خليوني خسر رزقي؟ علاش رزق عباد الله خسرته اليوم وحلت معاهم؟ علاش يديروا بحال شنو؟ غادي يصيفطوني انا للحبس؟ غادي يرتاحوا؟ راه ما غيرتاحوش، راه ما خديتهم في الدنيا غناخذوا من الاخره. هذا خاصهم يعرفوها، هي خاص بنادم يكون كل واحد يدير خدمته، كل واحد يطالب كل واحد يدير خدمته. انا كون ما درتش خدمتي ما غاديرش معايا السيد قرار نهايه الاشغال، صافي. الخدمه اللي بيني وبينه، الريسيبسيون اللي بيني وبينه انني ساليتها، ما يمكنش هي غنمشي لشي اخر. ملي كنجي كنلقى كنتسنى في هذاك الرزيق نعطي الفورنيسور نعطي الخدامه، في الاخر حتى كنتفاجئ بان هذا المارشي متم الفسخ ديالو ما كاينش حل ليه كاع. علاش هذا الشيء هذا؟ انا كنحمل المسؤوليه لشركه الخويل وكنحملها الناس ديال الاداره، المسؤولين ما دايرينش خدمتهم. هذاك المارشي ديال بن سليمان خاصهم يمشيو يتجهوا ليه وغادي يشوفوا فيه شي حوايج، لان محاسن انا واش عارفهم من البدايه، حيت انا جيت حتى لفينيسيو باش يدرقوا فيا داك الشيء كامل اللي بناو، يدرقوا فيا انا ودوا لي رزقي. هذا الشيء راه ما يمكنش، هذا الشيء راه ما يمكنش. السيد لا كان شاد بثمن وعاطي له ثمن طيح ولا عنده شي مشكل، كانوا فاكوا معاه، كانوا صيفطوا بحالاته النوبه الاولى، ماشي يجيبوني انا. والناس اللي كيخدامين تم راه تنعرفهم، راه هما اللي جابوني خدام. شكون اللي جابني؟ راه هما اللي جابوني معاه، هما اللي راقبوني معاه باش يصلحوا الغلط ديالهم. انا ما غنسكتش على حقي، لان حقي ما غنسكتش عليه، ما غنسكتش على حقي. انا باغي حقي، انا باغي حقي، حيت انا مرضت، انا دابا والله تمرضت، دابا باغي حقي. راه ما عنديش وجه باش غندور باش غنتلاقى. راه تلاقيتي معاه يقول لك هذا دار لي واحد الدرهم، ما بقيتش خدام ما والو، مع من غنخدم؟ كي غندير تنخدم ملي تعرضت العمليه بحال هادي؟ كي غندير تنخدم؟ هاد السيد انا كنمشي عندو، قال لي اللي في خيلك ديرو. هاد السيد مشيت عندو مكناس، عندو قهوه، عندو الدار، عندو انا ما عنديش، ساكنه مع دارنا، انا ساكنه مع دارنا، عندي جوج وليدات ساكنه في بيت، ويديو لي رزقي بحال ماكا، كي غندير ليها؟ كي غندير؟ انا ما كنطالب الناس مسؤولين يمشيو ونجيو نمشيو معاهم ونشوف كلشي. ديك الخدمه اللي خدمتها انا كامله، وعندي التصاور، عندي كلشي خدامه، داروا فسخوا العقد بيناتهم على شي حاجه اللي ما كايناش، هذاك 1% ولا 2% اللي كاينه وهي ما كايناش كاع، باش يسدوا بيا انا يصيفطوني بحال ماكا، حيت عارفين اني غنبقى انا وياه. انا من الاول الاداره بغات تفسخ مع هذا السيد، تحبس الشونتي، نبقى مني انا وهاد السيد، نمشيو انا ويا المحكمه، نمشيو انا ويا كلشي، ما كاينش. ولكن باش الاداره تخليك خدام وتخليك خدام وهي عندها الفسخ وعندها الاعلام، واداره ماشي اداره بعيده على اداره، اداره في جنب اداره، يعني السيكيريتي كيشوفونا داخلين خارجين، يوقفونا الناس مع من خدامين انتوما، معاش هاد كما كدعي كيقولوا هاد الاداره بان هاد السيد ما كيجاوبهمش وما جاش عندهم، وحنا مع من خدامين، حنا غيوقفونا يقول لك مع من خدام. الناس كيعرفوني مزيان، عرفتي يعرفوني مزيان. حنا اليوم كمنظمه حقوقيه تلقينا طالب الدعم والمسانده من السيد الوحيدي، واللي كيصرح بان تقريبا عمليه نصب عليه بالمبلغ 170 مليون. حنا كمنظمه رسلنا السيد وكيل جلاله الملك بالمحكمه الابتدائيه بمكناس بتاريخ 22/9/2020 تحت رقم 8723 3101 على 2019 بتاريخ 10/12/2019. حنا اليوم كمنظمه حقوقيه كنلتمسوا من السيد وكيل جلاله الملك بالمحكمه الابتدائيه مكناس فتح تحقيق في الموضوع والانصاف،
انصاف سي الوحيدي في اطار احترام تام القانون. سي الوحيدي اليوم راه كيعاني وحنا كنشاهدوه هو من ساكنة ديال المدينة المحمدية ولدينا الحق حنا كمنظمة حقوقية نساندوه بحكم هو من ساكنة ديال المحمدية. واش راه ما غاديش نسكتوا عليه؟ مازال غنرسلوا الجهات الرئاسة النيابة العامة في الموضوع ولدينا الثقة الكاملة في القضاء. كنطالب من رئيس النيابة العامة عبد النباوي يتدخل في الملف ديالي، الله يرحم لي الوالدين، يتدخل في الملف ديالي ويشوف هذا الشيء اللي طاري. هذا رانا تكرفصت والله، انت تكرفصت بالله، راه ما خدام ما ردام ما والو، راه ما بقيتش خدام، راه ما بقيتش حتى حاجه، راه مودد بالسجن، راه الشيكات عاد لي فورنيسور، راه بقيت لها رجلي ملبوسهم اليوم. وانا ارتقاء كبيره في القضاء، انا كنتيقو في القضاء، ولكن رانا تضريت بزاف، راه ما عنديش هذا الوقت، راه ما كاينش اللي يعطيك حتى شي حاجه. هاد الناس كاع اللي غادي يعطوك شي حاجه راهم سلفوك وراهم خدموا معاك.